بك شي شادي عن جد؟ يعني حرارة، دوخة، لعية؟ لا حبيبتي لا، بالعكس، بس أنا حبيبتي كنت عم بعمل مراجعة على الزيت واستعراض لكل شي صار بيني وبينك. ايه؟ اكتشفت أني أنا غلطان بحقك وضميري استيقظ وصار يعصبني. استيقظ؟ ليك شادي، هول الحركات بعرفهم أنا، والحقيقة قصتك كتير كبيرة، فقلي شو بدك من الآخر. جوليا حبيبتي، أنا للصراحة جاي أعمل تحالف بيني وبينك وحط إيدي بإيدك. تحالف؟ تحالف شو؟ ونطفش كمال من الشقة، كمال لازم يمشي. وليه بدك تطفشه؟ تعرفي المخرج روني يسبك، روني يسبك عم بفتش على شقة للأجار. إيه؟ وطبعا نحن من مصلحتنا انه يكون روني جارنا. يا عيني عليك، شو هالثقة؟ عجبتك الفكرة؟ فكرة بتجنن. حطي ايدك بايدي. ايه شادي، عن جد عن جد بدي اقول لك شيء، بدي اقول لك سوري، كثير بعتذر يعني انه قلت لك هيك عن كرشك يعني وهيك وانت زعلت وهيك، بس عن جد كرشك كثير مهضوم، يعني صحيح انت طبل بس كيوت. بعرف. ايه بس هلا المهم كيف بدنا نطفش كمان؟ فتحي لي دنيكي واسمعيني منيح.